على نبي الله سيدنا محمد وعلى الصحب والآل، رضي الله عمن سار على نهجهم وارض عنا وأكرمنا معهم يا رب العالمين. نذكر أخطاء الصلاة الشائعة ونركز على بعض الجزئيات فيها مما ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع فيه. قد ذكرت البارحة شأن الركوع وما يتعلق به، وأذكر اليوم شأن الرفع من الركوع، وذلك ما يسمى عند الفقهاء بالاعتدال. اعذروني أيها الإخوة، فإنني في وضع لست مرتاحا كثيرا، فقد لا الله المستعان. المهم، إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع فينبغي عليه شيئان: أولا أن يرفع رأسه حتى يعتدل تمام الاعتدال، والثاني أن يطمئن، وهذان الأمران مذكوران بعينهما في شأن الركوع، وكذا مطلوبان في شأن السجود والجلوس بين السجدتين. بارحة لعلكم تذكرون قلنا في شأن الركوع أن يستوي في ركوعه ظهره، فإن لم يستوي وكان أقرب إلى الركوع صح ركوعه لكن مع الكراهة. الآن كذلك إذا رفع رأسه من الركوع للاعتدال، ما يسمى بالاعتدال، فينبغي أن يكون ظهره مستويا، سيوي، يرجع في الحديث ويرجع كل فقار إلى مكانه. كل فقار يعني كل عظم من العمود الفقري في الظهر، ويرجع كل فقار إلى مكانه، هكذا وصفوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الخطأ الذي يقع فيه أن بعض الناس يرفع نصف رفع، ما ذكرناه البارحة ينطبق اليوم. إن كان رفعه أقرب للاعتدال، أقرب للقيام، قبل منه الرفع، وإن كان رفعه أقرب للركوع لم يقبل ولم تصح صلاته. هذا هو الاعتدال. فرفع نصف رفعة، كان راكعا هكذا، رفع نصف رفعة، هو أقرب اللي بنظر إليه بقول لك هذا أقرب لحد الراكعين، فهذا لا يصح رفعه، لأن رفع أكثر من هذا بهذا الشكل مثلا تقريبيا، نظر إليه من بعيد قال هذا أقرب للرفع، أقرب للرفع، صح رفعه لكن مع الكراهة. هذه المسألة الأولى من الأخطاء. المسألة الثانية عدم الطمأنينة، لأن رفع هذا المقدار لكن هكذا ونزل، حتى لو كان أقرب إلى الرفع لكنه لم يطمئن، فكذا لم يصح اعتداله عند أكثر أهل العلم. فهما مسألتان مهمتان. ومسألة السرعة الشديدة في الصلاة مسألة حاصلة عند كثير من الناس، أدان الله تعالى وإياهم. النزول إلى السجود، ورد في حديثين قد يحصل بينهما تناقض، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك كبروك البعير، فاختلف العلماء كيف يبرك البعير. الراجح أن المنهي عن أنك إذا نزلت إلى السجود أن تنزل فتضع يديك قبل ركبتيك. المعتاد بين الناس أن الإنسان إذا نزل يضع ركبتيه قبل يديه، تمام، فهذا هو الأصح من الأحاديث، لأنه يعني ورد حديثان كما قلت لكما ظاهرهما التعارض. الراجح أنه يضع ركبتيه قبل يديه إذا نزلت إلى السجود. في السجود أيضا المسألتان السابقتان، عدم الطمأنينة واحد، وثانية عدم وضع باقي أعضائه على الأرض في السجود. فالطمأنينة واحد، لا يستطيع الإنسان في السجود أن يكون يعني رافعا لنفسه، بينما في الركوع قد يكون نصف ركوع، في السجود لا يكون نصف سجود، إما أن يسجد وإما أن لا يسجد. فالمسألة تندرج إذن طمأنينة واحد، الثانية موضوع وضع أعضاء الإنسان على الأرض في السجود،
ما هي أعضاء السجود؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. وأشار إليها، أشار إلى هنا: جبهته وأنفه، هذا هو العظم الأول، يعني الوجه هكذا. فهذه الجبهة مع الأنف ينبغي أن تكون موضوعة على الأرض، واليدان بطونهما، يعني الركبتان أطراف أصابع القدمين. الآن هذا الوضع ما حكمه؟ اختلف أهل العلم فيه، فذكروا أقوالا عديدة. الراجح أنه واجب للأعضاء 7، وهناك تفصيلات عند الحنفية والشافعية لن أذكرها الآن. بعض الإخوة يضع أعلى جبهته فقط من هون، بسجد هيك وباقي جبهته من هون لهون ما هي موضوع على الأرض. لما ينفذ الأمر بشكل عملي ترى، حاول أنت أثناء السجود يعني في خارج الصلاة جرب، بعض الإخوة يضعون هنا مقدم جبهتهم فقط وباقي الجبهة. قلت لكم أحبابنا عند العرب هذه تسمى جبهة، ولكل إنسان جبينان، هذا جبين وهذا جبين، فمن وضع جبينه ما صح سجوده، لا الجبين هذا ولا هذا، وضع الجبهة. والجبهة معظمها ينبغي أن يكون على الأرض، فأما أعلاها فقط فلا يصح، حط هيك بس زيق راسه من هون ما بيمشي الحال. بطون الكفين، أذكر الإخوة بالقول بطون، لأن أيضا بعض الناس يضع يديه بهذا الشكل، الأمر واضح. قال إيه إيشو هاي الأرض، أنا هيك حيطت إيدي، إيش دقار بالأرض؟ أطراف أصابعي من هون وآخر بطن كفي من هون بس هيك، وخصوصا إذا كان الإنسان متعبا يفعلها كثيرا، فتنبه لها. قال لكان هيك إيدي على الأرض تماما، فلنفترض أن يدي الأخرى هي الأرض منطبقة عليها، لو رفع رفع بسيط لا حرج، لكن معظم الكف كما قلت معظمها هكذا مرفوع عن الأرض، ويقول وضعت يدي مشكلة. قلت لكم يعني هناك مخلص في بعض المذاهب، لكن الآن نحن نريد أن نخرج من هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس. فمتعب يعني رفعت رفع بسيط لا بأس، أما معظم بطن كفي مرفوع عن الأرض مشكلة كما قلت، فتنبه لذلك، فهي مسألة مهمة أيضا. إذن الوجه، اليدان، الركبتان، يعني ما يستطيع الإنسان إلا أن يضع ركبتي وإلا يرفع نفسه، وهذا يحتاج إلى رياضة، يعني ما يستطيع. أما أطراف أصابع القدمين فكذا يحصل فيها أخطاء عديدة. المشروع يعني المسنون المطلوب شرعا في وضع أطراف أصابع الرجلين على الأرض هو نصبهما بهذا الشكل، فلنفترض أن هذه أصابع رجليك، تنصبها نصبا بهذا الشكل، ثم تضغط عليها ضغطا يسيرا باتجاه القبلة هيك، هي أصابعك في الأول تضعها على الأرض وضعا، ثم تضغط ضغطا يسيرا حتى تتجه باتجاه القبلة تمام. الأخطاء التي تحصل أن بعض الإخوة يضع طرف أصابعه هكذا أو هكذا، أو أحيانا يرفع رجلا من الأرض نهائيا، أو أحيانا وهو في السجود يجعل رجله نائمة نوما على الأرض، يبسطها بسطا هكذا، فلا يضع أطراف أصابع قدمي. هذا عند أكثر الأئمة يعني يؤدي إلى عدم صحة السجود، عند الحنفية وهناك قولان في مذهب الشافعية. فهي مسألة مهمة إذن، تنصب أصابعك ثم تضغط بهما عليهما باتجاه القبلة، كأن أطراف أصابعك مستقبلة للقبلة، فهو أيضا شأن ينبغي التنبه له. فهذه الأعضاء 7 التي أمرنا جميعا بوضعها على الأرض في السجود. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمناه، وادعوا لنا وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين.